مساء الخير ورمضان كريم. طبيعي نسمع عن عواصف ثلجية، عواصف مطرية، أعاصير، حالات مدارية، ويتم إطلاق أسماء على هاي الحالات الجوية. لكن نسمع عاصفة تم إطلاق اسم عليها، عاصفة كان جدا مؤثرة بسبب ظروف جوية غير الظروف اللي ذكرتها سابقا. فأنا أكيد بحكي عن عاصفة رملية، عاصفة ترابية، وتحديدا بحكي عن العاصفة مظلمة. العاصفة مظلمة عاصفة أثرت على دول الخليج العربي في مطلع نيسان من العام 2015. هاي العاصفة كانت مساحتها جدا واسعة وأثرت على 8 دول عربية. نحكي عن جنوب العراق، الكويت، المملكة العربية السعودية، بعدين انتقلت العاصفة للبحرين، قطر، الإمارات، ثم سلطنة عمان واليمن. جميع هذه الدول كانت تحت تأثير هذه العاصفة الرملية القوية والشديدة. نقطة الانطلاق لهذه العاصفة الرملية كانت تحديدا من مناطق جنوب العراق وشمال المملكة العربية السعودية. تعرضت هذه المناطق لرياح شديدة، رياح قوية بفعل وجود منخفض جوي في تلك المناطق، عملت على هبوب عواصف رملية قوية ومتتالية نحو معظم دول الخليج العربي. ليش تم تسميتها بالعاصفة المظلمة؟ لأنها عملت على تحويل النهار إلى ليل، يعني كانت الساعة 12 و1 و2 ظهرا والدنيا تقريبا أشبه إلى الأجواء الليلية بفعل كثافة الغبار وتدني الرؤية الأفقية. احنا ممكن نسمع عن عواصف رملية بتأثر على مناطق معينة بتعمل انعدام في مدى الرؤية الأفقية، لكن المعلومة الأهم انه العاصفة المظلمة أثرت على 1.5 مليون كيلو متر مربع من مساحة الوطن العربي في منطقة الخليج بشكل عام. أيضا من الأمور المميزة بالعاصفة المظلمة انه تم تعليق رحلات الطيران في مناطق واسعة وعدة مطارات عربية هامة خلال فترة تأثير هذه العاصفة الرملية، سواء في المملكة العربية السعودية، مطار الرياض، مطار الدمام، أيضا مطار دبي وأبوظبي. العديد من الرحلات الجوية التغت بفعل الانعدام التام في مدى الرؤية الأفقية، وهذا أمر نادر أنه عدة مطارات في نفس اللحظة، مطارات دولية، تتعرض إلى إغلاقات بفعل الأحوال الجوية. ومع بداية هذه العاصفة الرملية وتأثيرها طبعا في مختلف الدول، تم تعليق الدوام والدراسة لعدة أيام في مناطق واسعة بفعل هذه الظروف الجوية. أيضا الطرق، خاصة الطرق الخارجية، شهدت ازدحامات وحوادث كبيرة بفعل الانعدام التام في مدى الرؤية الأفقية. وزي ما بنعرف طبعا العواصف الرملية بتأثر على مرضى الجهاز التنفسي والعيون وأمراض الربو، فبالتالي المستشفيات في دول الخليج استقبلت آلاف وآلاف المرضى اللي صارت معهم مضاعفات بسبب هاي العاصفة الرملية. وبالتالي هيك بتكون عاصفة مظلمة واحدة من أقوى العواصف الرملية في التاريخ الحديث، المسجلة طبعا في التاريخ الحديث لعدة أسباب، منها المساحة الجغرافية الواسعة وتحويل طبعا النهار إلى ليل بفعل تدني اللافت في مدى الرؤية الأفقية. اللي بحضرنا حاليا لا ينسى شاركنا ذكرياته في العاصفة المظلمة، يبعث لنا أي صور أو فيديوهات كانت من توثيقه لهاي العاصفة الرملية التاريخية. استنونا في الحلقة القادمة والمزيد من العواصف والأحداث الجوية المتطرفة اللي أثرت على الوطن العربي. سلام.